كان القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. اب میں تلاوت کلام الہی کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں معلم حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی استاد محترم قاری سکندر سلطانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب کو منور کریں. ان کی آمد کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين تقينا مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقول
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني صدق الله العلي العظيم. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن.